انت بدك تحكي من ناحية اهل او ايه اهل منهم فورتشنت انف كرمال يقدروا يدفشوا ابنهم على سبور بلا سبونسر وكل شيء. كتير صعبة ببلد مثل لبنان والهيفا هلا بعد قدتها، كتير صعبة ببلد مثل لبنان ما في فيوتشر لسبورتس. يعني اذا عائلة عقدها بدها تدفش ابنها تيعمل سبور على مستقبل يمكن ما يطلع له مصاري، يمكن بتقول يا عمي يمكن الادوكيشن طريق سيفر اكثر تيقدر يكمل بالحياه ويقدر يسافر. شو رايك بالموضوع؟ الادوكيشن از ا ماست. مهما انا عم بقول انا مش عم بقول انه يروح يعمل سبار ما يدرس، لا الادوكيشن از ا ماست. بس اذا حدا حس انه ابنه عنده هيز اوت ستاندينج سام وير ما يوقف جوزه. الشخص ربح بطولات، يعني على عمر 14 15 يو بروف يور سيلف انه شخص يو ار كومبيتينج مع التوب اوف ذا توب. يو هاف follow whatever you want to do. فبتخلي الولد مش بس كمان بمحل معين لازم يكون عنده حرية معينة. لا أكيد.